السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا، أرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو ليصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. أما بالنسبة عن الخبر اللي معانا فهو خبر وفاة الإعلامي الحاج علي المسمار مذيع قناة المنار بعد صراع طويل مع المرض. تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الإعلامي علي المسمار بعد صراع مع المرض وهو في المستشفى يتعالج من مرض السرطان. ويشار إلى أن علي المسمار من أبرز وجوه قناة المنار، قد عرف عنه تأثره الشديد خلال تقديم نشرات الأخبار في فترة حرب تموز، وهو مشهور بعبارة فاصل ونواصل التي أصبحت علامة فارقة في نشرته المسائية. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وأرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.